تشيط أعصاب المرأة من الموقف الذي يكون فيه الرجل مخطئاً ولكنه لا يعترف بالخطأ ولا يقوم بالاعتذار عما فعله، وتتهمه بأنه شرس وخالي من المشاعر ولا يفهم في الإتيكيت وآداب التعامل مع المرأة. لنتعرف على أسباب عدم اعتذار الرجل للمرأة ولماذا لا يقوم بها الرجل. خلونا نتعرف أكثر على هذا الموضوع مع المعالجة النفسية والمدربة المعتمدة في مهارات الحياة الدكتورة عائشة حجازي. يسعد مساك دكتورة عائشة. يسعد مساك حبيبتي. بداية دكتورة، إيش هي الأسباب فعلا اللي تخلي كثير من الأزواج ما يعتذرون لزوجاتهم؟ إيش الحقيقة وراء هذا الاعتذار؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دائما ما نقول أن الرجل يملك من سمات الشخصية يجعله مختلف عن المرأة، بالتربية، بالوراثة، بالخبرات الحياة، بثقافة المجتمع. فنجد أن بعض الرجال، وليس الكل، يعني احنا لو دائما ما نبغى نعمم لانها ما تعتبر ظاهره، لانه في كثير من الرجال يقدمون الاعتذار بطرق كثيره وبطرق مختلفه. الرجل الذي لا يعتذر اما يكون بسبب انه تربى انه ما يعتذر، يعني التنشئه، اي تربى انه ما يعتذر، كان في اسره معروف ان الرجل دائما على حق وانه الكلام اللي يقوله هو الصحيح ويفترض انه ما يعتذر. او يكون بطبيعه شخصيته عنده نوع من الكبرياء، وهذا الكبرياء يشعر انه بالخجل يهين كرامته، او ممكن يكون بسبب انه يشعر انه هو السلطه عنده والسيطره هي بعدم الاعتذار. لكن في الحقيقه ما نقدر نقول انه الرجل هو السبب فقط، او انه سبب عدم اعتذار الرجل او ان الرجل ما يقدم اعتذار، قد تكون المراه نفسها هي اللي ما تساعد انه هو يعتذر. لانها دكتوره يعني ليش؟ قد تختار طريقه معينه في الاعتذار وما تبغاها الا هي، ولا تقبل بغير هذه الطريقة. أي يعني مهما حاول الرجل أنه يعتذر بطريقة، لأنه كثير من الرجال ما يحبون يعتذرون بطريقة مباشرة، تعز عليه نفسه، يشعر أنها إهانة لكرامته، يشعر أنها تقلل من ثقته بنفسه، قد يشعر أنها بتقلل حجم رجولته، فبالتالي قد لا يستخدم الطرق المباشرة أنه يقول لها أنا آسف أو أنا أعتذر منك أو أنا غلطت في حقك، فيختار أساليب كثيرة بطريقة غير مباشرة ولكنها لا ترضي المرأة. يعني ممكن تكون المرأة هي واحدة من الأسباب في عدم اعتذار الرجل. المرأة أحد الأسباب الفاعلة والحقيقية في أن الرجل لا يعتذر. طب في بعض المرات بعض النساء عندهم أوريدي خلفية مسبقة أنه الرجال ما يعتذر، طبيعته ما يعتذر وتعيش على هذا الشيء، بالضبط هذا، فبالتالي هي ما تعطيه فرصة. حتى لو كان بطبيعة الحياة الزوجية تتغير فيها أشياء كثيرة، أحيانا وإحنا في بيوت أهالنا نكون متعودين على أشياء معينة، نحمل بعض الصفات المعينة، ولكن هي ما هي قرآن منزل بحيث أنها ما تتغير. لا، ممكن تتغير بالحياة، بالممارسة، بالعشرة. فإذا أنت حطيتي في بالك أنه هو خلاص لا يمكن يعتذر وبالتالي تصرفتي بهذا الشكل، ما احتحتي له الفرصة ولا ساعدتي انه هو ممكن يضيف هذا الجزء من صفاته او يعزز هذا الشيء في سمات شخصيته. طيب على الصعيد الثاني، طيب دكتورة، هل لدى الرجل قناعات راسخة بعدم الاعتذار؟ البعض منهم، وزي ما ذكرنا في البداية قلنا انه البعض منهم لديهم هذا الاعتقاد ولديهم هذه القناعة بناء على اسباب كثيرة اللي تكلمنا فيها عن التنشئة، وتكلمنا عليها انه قد يكون اسلوب من اساليب فرض السيطره اني ما اعتذر. انا لا ما تظهر شخصيتي ولا اكون رجل البيت ولا اكون ذو السلطه الا اذا اني انا ما اعتذر. وممكن في تصور اخر انه الرجل ما يشعر بخطاه. في بعض الرجال قد يعتذر اذا شعر بخطاه، ولكن بعض الرجال قد لا يشعر بخطاه لان المراه ما تبين له. إما لخوفها أو زيادة احترام أو لطبيعة في بيتها تربت أنها الرجال مفروض أنه ما تقول له أن أنت أخطيت أو أنك أنت قلت شيء غير مناسب فيجب أنك أنت تعتذر. ففي البداية المفروض أنه المرأة
إذا أرادت من زوجها أن يعتذر لها أو يكون في حياتهم هذا الحوار الفاعل أو هذا النوع من أنواع التفاهم، هو الذي يساعدها أنها هي تزيل الغشاوة عن الرجل، أن تقول له أنت أخطأت. ولكن قد ممكن تستخدم أساليب كثيرة، ممكن ما تنفع مع الأسلوب المباشر في أنك أنت والله أخطيت في حقي، وأنك في أساليب كثيرة. وأعتقد أن المرأة تستطيع بقدرتها، والله سبحانه وتعالى خلقها بطبيعة قادرة وعندها استطاع أنها تتكيف مع أمور كثيرة، فممكن أن يساعدها أنها تساعد الرجل أنه يستطيع أن يقدم اعتذاره بكل الطرق، بالطريقة المباشرة أو غير المباشرة. عاد إحنا تيرين إحنا المرأة صارت محطوطة بمعادلة صعبة، يعني هذه الأشياء يمكن يبغى لها مع الوقت خبرة وفهم. نعم. طبيعة. نعم. الأزواج يختلفون عن بعض. نعم يعني. صحيح. فهذه يبغى لها وقت مرة طويل إن ممكن نشوف ثقافة الاعتذار. نعم. إذا ما كان الرجل متعود عليها من التنشئة. إحنا لما نتكلم بشكل عام، ولكن نرجع نقول أنه في بعض الأسر وبعض العوائل لهم خصوصية معينة. يعني أنا ممكن الكلام اللي أقوله المفترض أنه المرأة يكون بقدرتها وهي قادرة أنها تتكيف وتشعر الرجل بخطأه، قد ينطبق على أسرة وقد لا ينطبق على أسرة أخرى. لذلك نقول أنه الممارسة عندما أعزز أسلوب التفاهم والحوار سيكون البيت خالي من أي خصام، وبالتالي لا داعي للاعتذار. إحنا دائما نركز على الحوار، الحوار ممكن نتفادى فيه كثير من الأشياء جدا، لكن جداً. فعلا هل ينقص الرجل الثقافة، ثقافة الاعتذار؟ وإذا كانت تنقص ثقافة الاعتذار ليش؟ قد لا تنقص ثقافة الحوار ولكن ثقافة الاعتذار، ولكنه هو في الأساس ما يرى أهمية للاعتذار. قد يكون يعني نجد انه مثلا يمرون كثير في العيادات النفسيه انه زوجي مثقف، دكتور، مهندس، على قدر كبير من العلم، ولكنه يرى المراه انه يجب انه المراه ما اعتذر لها. فمعناه هو لا تنقصه الثقافه ولكن تنقصه معنى وادراك اهميه الاعتذار في حياتنا، سواء كان في الحياه الاسريه او في الحياه العائليه مع زوجتي او مع اولادي او مع اقربائي. في بعض الرجال ما هو فقط مع زوجته، حتى بشكل عام في عمله، في ممارساته الحياتيه لا يحبذ انه يعتذر ابدا، ولكن في بعض الرجال لا يحبذ انه يعتذر، فبالتالي لا يخطئ في حق احد. طيب دكتورة، جميل هذا كله، لكن في بعض المرات الرجل يقول لك أنا ممكن أعتذر مرة بس ما هأعتذر كل مرة، عشان ممكن يما حجس أتناقش مع زوجتي القرار الحاسم ما حيكون لي إذا كل مرة مثلا حطلني على غلط، ولا أنا كل مرة هأعتذر لها يمكن يفقد سيطرته في القرارات اللي تكون موجودة. هذا يعطينا منبه ونروح في اتجاه الآخر. لماذا يكثر الاعتذار والأسف؟ هل هو بسبب أنه كثير الخطأ؟ فبالتالي أنه المفروض فعلا ما يتحمل مسؤولية كبيرة إذا كان كثير الخطأ. لابد أنه يؤهل ويتعلم أنه لا، أنت ما تقدر طول الوقت تتأسف، ولا تقدر طول الوقت أنك أنت تقدم اعتذاراتك، فبالتالي يفترض أنك أنت تتعلم كيف الأسلوب أو الطريقة المناسبة بحيث أنك أنت ما تخطئ. كل ابن آدم خطأ سواء كانت المرأة أو الرجل، لكن من يكثر الخطأ ومن يكثر الاعتذار هذا لابد أن يكون عنده علامة استفهام في حياته، في سمات شخصيته، في طريقة حياته، قد تكون طريقة الحياة اللي يستخدمها أو أسلوب الحوار بينه وبين زوجته يؤدي إلى الخطأ. طيب يعني إحنا دائما نقول يكون نمط، صح، نمط. نعم، في هذا نمط في الشخصية. وأحيانا يكون أسلوب التفاهم والحوار، إحنا نقول دائما نشير أنه الحوار يفترض أنه يكون بين كل الأسر، ولكن ما ندرك ما أي نوع الحوار. هناك في حوار إيجابي وفي حوار سلبي، قد يتحدثون ويتكلمون كلام كثير، ولكن نهاية الكلام هذا خصام، ونهاية هذا الكلام انفجارات، فبالتالي هي تخطئ وقد يخطئ ونكون في نفس الحلقة المفرغة. ولكن لما يكون حوار إيجابي هادف، أهدافه محددة، نقول حوار إيجابي معناه لمصلحة الطرفين ولا يتغلب أحدهما على الآخر. لا يكون الهدف من الحوار أني أنا أفرض سيطرتي أو أفرض وجهة نظري. لا يكون الهدف من الحوار أني أنا أطلع بنتيجة تخدمني أنا فقط. بعض الرجال قد يكون فيهم نوع من الأنانية، وأنا وأتكلم أقول بعض الرجال وأقول أيضا بعض النساء، بعض الرجال فيهم نوع من الأنانية، وهذه الأنانية التي لا تدع أنه يشعر أنه هو أخطأ في حق المرأة، لأنه دائما يجعل المرأة دائما في دائرته، وأنت ما دام أنك في دائرتي لازم تسوين كل شيء عشاني. بس هنا الاعتذار، احنا قلنا في حوار، يعني معناته ممكن تكون في مشكلة. نعم. يعني الحين المرأة كيف تقدر أنها مثلا تمتص أو تغرس الثقافة هذه في زوجها؟ يعني
اعتذار معناته انه في غلط صار، انه في مشكله صارت. اكيد لازم يكون في نوعيه معينه او جو مهيئ للنقاشات هذه، غير الحوار المفتوح. زي ما نقول احنا نحط النقط على الحروف. عشان كذا نقول لك اذا كان في تفاهم من البدايه، وهذا اللي يفترض في بدايه الحياه الزوجيه. احنا دائما نقول انه في بدايه الحياه الزوجيه اكثر الخلافات التي تظهر في السنه الاولى من الحياه الزوجيه. ليه؟ لانهم لسه ما تعودوا على بعض. دائما في مرحله الخطوبه وفي مرحله كل يرى الثاني يظهر افضل ما فيه واحسن ما فيه. بعد الزواج بسنه الاقنعه كلها تزال. فهذه الاقنعه لو ما بدأوها يعني من البداية بأنه أنا أعرف ما هي النقاط الإيجابية في زوجي وما هي النقاط السلبية، هل هو يعصب بسرعة، هل هو يغضب بسرعة، هل هو عنده سمة العناد، برضو أنا ما هي الأشياء اللي ممكن تساعدني أني أنا أفهم زوجتي، هل هي من الناس اللي متسرعين في القرارات، هل هي من الناس التي يعني تحبذ أنك أنت إذا أخطأت في حقها تقولها بطريقة مباشرة ما تستخدم الوسائل الأخرى. طب دكتورة هذا مو من السهل أنه يطلع طبعاً. في بداية يعني مرحلة الخطوبة والتعرف الحياة هي المحك طبعاً. والمواقف طبعاً. هي المحك، فأكيد اثنين مخطوبين يعني أوكي ممكن تصير في مشاكل بينهم، لكن لسه ما في تأقلم في الشخصيات هذه. يمكن الحياة الزوجية هي صحيح. عشان كده احنا نقول ان السنة الاولى من الزواج عادة تحصل فيها هذا الشيء، فلا تصير محك انه انا والله استمر مع هذا الشخص او ما استمر معه. يعني هي الفيصل. اي الا اذا كانت في مشاكل كبيرة. يعني دائما لما تجيكي واحدة تقول لك انا في بداية زواجي عندي خلافات مع زوجي، انه هو ما يسوي لي، ما تذكر يوم زواجنا، ما تذكر عيد ميلادي، ما تأسف لي. دائما نقول انه هذه الاشياء ما هي محك انك انت تنفصلين، ولا هي محك انك تطلبين الطلاق خاصه في السنه الاولى. ليه؟ لان في السنه الاولى هي عباره عن انا ادرسك وانت تدرسني. وممكن تبدا تطلع القضايا الاكبر بعد السنه الثانيه من الزواج، لما يكون في طفل ويبدا الاختلاف على طريقه التربيه، انه والله انا ابغاه يكون زيي، ابغاه يكون زي اهلي، وهي تقول انا ابغاه يكون زيي، ابغاه يكون لاهلي. المراه بذكائها وقدرتها على انها تتكيف مع امور الرجل تستطيع انها تسحب الرجل الى دائرتها. ودائما انا اذكر انه تسحب الرجل الى دائرتها ما معناه انها تسيطر عليه، ولكنها تستطيع انها تساعده انه هو يعتذر ويسامح، يكون عنده أسلوب جيد في الحوار والتفاهم، لديها القدرة. لأنه بطبيعة الرجل، وإحنا دائما ليش نقول بطبيعة الرجل؟ بطبيعة الرجل دائما محدد وواضح. يعني لو جيتي تتكلمينه في 4 مواضيع لا يمكن يستوعب لك إلا موضوع واحد طبيعته. لكن المرأة بقدرتها على التكيف، والله خلقها بمهام كثيرة، لقينها تربي وتعطي زوجها كل الأشياء يعني كحقوق تحتوي. زوجية، واجبات الأسرة، واجبات العائلة، واجباتها في العمل. فبالتالي دائما نقول نعول على المرأة، لأن المرأة بالضبط هي المفتاح اللي يساعد الرجل في أنه يكون أكثر انفتاحية وأكثر قبول للاعتذار. يعني هذا ممكن أعتبرها مجموعة من النصائح دكتورة؟ نعم. طيب دكتورة، كثير ما يشاع أنه الرجل الشرقي طبيعة تفكيره في التعنت ويكره ثقافة الاعتذار. بصراحة أنت كيف تشوف النظرة في هذه الأيام؟ حقيقة مسكين هذا الرجل الشرقي، يعني كل العيوب أو كل الأشياء النواقص تضع في هذه المرأة الشرقية وفي الرجل الشرقي. الرجل بطبيعته في أي جنسية من الجنسيات وفي أي دولة من الدول له طبيعة معينة خلقها الله سبحانه وتعالى، وخلقها بفطرة معينة. نعم الثقافة لها دور، نعم البيئة لها دور، ولكن طبيعة الرجل الشرقي، من اللي كون الطبيعة هذه؟ الرجل هل الأب فقط؟ الأم موجودة، الأم والأخت وبالتالي الزوجة. فنجد أن المرأة مؤثرة في حياة الرجل الشرقي وغير الشرقي بشكل كبير. كانت أمه، كانت أخته، وبالتالي الزوجة. فبالتالي نجد نقول أن المرأة ومساحة وجود المرأة أكثر نعول عليها ما يطلع من شخصية الرجل. عارفة دكتورة، يمكن في الأيام هذه اللي نعيشها طبيعة الحياة ونمط الحياة اللي نعيشها الرجل والمرأة، خلينا نتكلم عن ثقافة الاعتذار. الرجل صار ينزل شغل، ممكن هذا العمل يكون مختلط، ممكن تكون رئيسته مرأة. فهذه الأشياء يمكن ممكن نقول مع الوقت حتبدأ تترسخ وتتغير كمان في طبيعة الرجل بسبب الاحتكاك مع بالضبط المرأة. بالضبط. لو تنظرين للشباب أو تفكير الشباب قبل
10 سنوات يختلف عن تفكيرهم الآن بالضبط. وبالتالي حيختلف بعد 20 سنة وأكثر. أصبح الرجل وأصبحت المرأة في معمعة واحدة، سواء كان في العمل، في الوظيفة، في البيت، تحمل المسؤولية. فبالتالي أصبحت هذه المساحات المفتوحة بين أنه الرجل يتقبل. زمان ما كان الرجل يتقبل أن المرأة مثلا تساعده في المصروف أو تساعده في تربية الأولاد إلا في جزئيتها المعين انك انت تساعديني في البيت، لكن الحين اصبح شيء مفتوح. المراه والرجل اصبحوا في نفس المركب، المراه والرجل اصبحوا قادرين حتى يتكيفون مع امور الحياه وضغوطات الحياه الخارجيه. نعم، وفي بوابه كمان تحاور، واحنا دائما نقول في الاول وفي الاخير الاعتذار يعتبر قوه اكثر ما هو ضعف. نعم. كل الشكر لك يا دكتوره عائشه حجازي، المعالجه النفسيه ومدربه معتمده في مهارات الحياه، شكرا لك. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير لكن برنامج سيدتي مستمر معاكم. في سيدتي بعد الفاصل، لأول مرة الإتاحة للمرأة السعودية الحصول على خدماتها دون ولي الأمر.